شهدت مصر اليوم كسوفا جزئيا للشمس، وفي هذا الإطار نظمت مكتبة الإسكندرية محاضرة علمية ومتابعة ميدانية لهذه الظاهرة. أوضح الباحث الفلكي الدكتور عمر فكري رئيس قسم القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية أن الكسوف الجزئي اليوم للشمس استمر نحو 2:13 وغطى القمر خلاله نحو 37% من قرص الشمس. وبنقول ان هي دي ظاهره كونيه بتحصل بسبب حركه القمر حوالين الارض، والكسوف الشمسي للعلم يعني واللي ما خدش باله او ما كانش معانا من الاول هو عباره عن ثلاث انواع، وبيحدد النوع كل نوع عن الثاني مكان القمر فين بالنسبه للارض ومكان القمر فين بالنسبه للشمس. النهارده القمر بياخد جزء من الشمس وعشان كده سموه كسوف جزئي او بارتشيال، وبالتالي ساعات لما القمر يبقى السنتر بتاعه تماما مع السنتر بتاع الشمس تماما مع السنتر بتاع الارض تماما بيحصل توتال سولار اكليبس او كسوف كلي. القمر بيغطي كل الشمس وبيسموه كسوف كل الشمس. ساعات القمر يبقى في ابعد نقطه منه من الارض بيسموه كسوف حلقي، نبص نلاقي وقتها وقت ما يحصل كسوف الحلقي ده بتبقى فيه حلقه حوالين الشمس اللي هو الغلاف الجوي الخارجي للشمس.